أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا ورطبا مع ضباب خفيف على بعض مناطق المملكة، والتي شهدت ارتفاعا في نسبة الرطوبة خلال الساعات الماضية وصلت إلى 95% مع تدني نسبة الرؤية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد حسن شرف، أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك أستاذ محمد معنا في نشرة أخبار الثالثة. بداية دعنا نتحدث عن أسباب هذه التغيرات في حالة الطقس، وإلى متى من المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية؟ طبعا في البداية نرحب بالمشاهدين الكرام. طبعا لاحظنا خلال الفترات السابقة تأثير الرياح الشمالية الغربية الجافة التي كانت توصل لقوية سرعة أحيانا خلال فترة النهار، اللي أثارت في الغبار وارتفاع أو تصاعد الأتربة في بعض المناطق وارتفاع موج البحر. لكن مع انحسار الرياح الشمالية الغربية تبدأ التأثيرات المحلية لعناصر الطقس بالتأثير وتسبب تحول الرياح إلى رياح شرقية، ومما قامت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة السطحية بحيث وصلت إلى 90%، وقد تتدنى الرؤية الأفقية في بعض المناطق كما شاهدنا خلال الليلة الماضية وهذا الصباح. ومن المتوقع أن تستمر معنا الرياح الشرقية حتى يوم الغد بإذن الله تعالى، مع فرصة تدني الرؤية الأفقية خلال هذه الليلة وفجر الغد. لكن مع توقعاتنا تتحول للرياح بدءا من يوم الاثنين ان شاء الله الى شماليه غربيه ومعاوده نشاطها، مما تساهم في تقليل الرطوبه النسبيه وتكون الاجواء جافه مره ثانيه ان شاء الله. نعم استاذ محمد، هل من تحذيرات تودون توجيهها فيما يتعلق بهذه الحاله الجويه؟ طبعا إدارة الأرصاد الجوية تدعو الجمهور الكريم لأخذ الحيطة والحذر مع تدني الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خصوصا في المناطق الزراعية والمناطق البرية، ومتابعة النشرات الجوية الحديثة عبر القنوات الرسمية لإدارة الأرصاد الجوية خلال هذه الفترة إن شاء الله. نعم الأستاذ محمد حسن شرف، أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.